اتعرف عليكي؟ انا طالبة شاطرة محمد سعد براوي. قولي لي بقى، امتحان النهارده جغرافيا عامل ايه؟ بصراحة هو امتحان كان جميل جدا. لا والله امتحان جميل جدا، هو بيعتمد على اسلوب الفكرة وامتحان كويس. طيب النظام الجديد افضل ولا النظام القديم افضل؟ بصراحة هو النظام القديم فيه مميزات والنظام الجديد فيه مميزات برضه. بس الافضل بالنسبة لك ايه؟ هو الجديد فيه فكر يعني حلو برضه، بس انا فيه فكر بيعتمد على التفكير مش الحفظ والتلقين يعني. ايوه لا بيعتمد على التفكير. بيعتمد على التفكير. التفكير مفيش حاجه في الكتاب اصلا لازم تحط لها عشان تعرفي تجيبي كتاب. تمام يعني. هل الاسلوب ده بينفع مع كل الناس؟ انا مش عارفه، اكيد في ناس عندهم مشكله عشان ما بيعرفوش يفهموا يعني، عندهم الحفظ بطريقه اكتر يعني بيعرفوا يتكلموا بيها يعني. يعني انت عايزه المدرس يفهمك المعلومه عشان تتعاملي معاه؟ ايوه اكيد، ما هو مدرسين المدرسه لو بيشرحوا كويس وبيخلونا ان احنا لينا دافع احنا نفهم احنا اكتر اعتماد علينا اعتماد على الدروس، لان مدرس المدرسه بيفهم اكتر من مدرس المدرسه. احنا لازم مدرس المدرسه يشجعنا برضو ان احنا نضرب ونحب النظام، هو نظام مش وحش ولا حاجه، نظام جميل. طيب هل المدرس الدروس الخصوصية بيفهمك ازاي بيجي الامتحان وازاي تجاوبي؟ طبعا لا، هي عندها حق، لا مش بيفهمنا بس بيفهمنا المعلومة بيوصلها لنا احسن من مدرس المدرسة. بيفهمك المعلومة؟ اه بيفهمني المعلومة، بيفهمنا يعني مدرس المدرسة ممكن يقول لنا قانون، يحفظنا قانون. تعالي هاتي هاتي، تعالي تعالي تعالي. تمام. رئيس المدرسة ممكن يحفظنا قانون، يحفظنا تعريف، لكن ما بيفهمناش قانون ولا تعريف. تمام.